كابتن عز عندك وقت؟ اه ماشي. طيب الدوري بيتكسب ازاي؟ ازاي الدوري بيتكسب؟ بان الماتشات اللي بتواجه فيها خصوم اقل منك انت بتروح على الجول بتاعهم 20 مره. يجي منهم 3، يجي منهم 2، يجي منهم 4، بس المهم تبقى عارف توصل للجون بتاع خصمك اللي بيتكتل قدامك وبيلعب كره دفاعيه 20 مره. مهما كان الكواليتي بقى ساعتها بتاعت لعيبتك، يقدر يحول ال 20 دول لخمسه، يحولهم لاربع تجوان، دي نقطه تانية. عظيم. بس دي النقطه الرئيسيه اللي موجوده عند موسيماني. ربما هجوم الاهلي، ناس كتير هتيجي تقول لي انت محلل ماتش غزل المحله والماتش اللي قبله وصل المقصه، انتوا محللين كان الاهلي كان بيلعب برشلونه، لا مؤاخذه يعني اسف، كانه بيلعب، تضرب مثل ببرشلونه، كانه بيلعب ليفربول، كانه بيلعب ليفربول كده ماشي، او كانه بيلعب بايرن ميونخ، او بايرن ميونخ طبعا كانه بيلعب بايرن ميونخ. بقول لهم لا، بس هو الدوري بيتكسب بانك تكسب المقصه وتكسب غزل المحله وتكسب اسوان وتكسب كل الفرق دي. طيب الاهلي بقى علشان يكسب الفرق المتكتله دي بيعمل زي ما كان تامر بيقول، فكره الكوره اللي فيها حركه كتير حركه كتير لحد ما خصمك يبقى غير قادر على استيعاب اللعب ويفقد تركيزه. ويفقد تركيزه ازاي بقى؟ الخصم بيفقد تركيزه قدام الاهلي، وايه الحيل بتاعت موسيماني؟ عارف مدربين الباسكت عندهم حاجه اسمها بلاي بوك، تبقى او مدربين الكوره دلوقتي دايما في اوروبا هتلاقيهم دايما معاهم الكتاب وفيهم الالعاب اللي عايزين يطبقوها في ارض الملعب. احنا جمعنا الحالات اللي اتكررت جوه الماتش والحالات اللي اتكررت من ساعه ما موسيماني جه، بحيث ان احنا نقول للناس ان دي الحاجات اللي اتكررت وبالتالي هي اكيد كانت موجوده بصمار على سبوره موسيماني واتنقلت لارض الملعب. يلا نلعب. يلا بينا. يلا نلعب. طبعا النقطه الاساسيه بالنسبه لنا ايمن اشرف، اتكلمنا عنها كتير ان ايمن اشرف عنده قدره ان هو ينقل الملعب كله لما الخصم يحاول يضغط على ايمن اشرف ويضغط قدام. طب لو الخصم تراجع وما ضغطش على ايمن اشرف، ما واحد تاني برضو بيقول لي انت ايمن اشرف خلاص اتحرق على الناس. لا، في حل، في حيله تانية. ايمن اشرف يقدر يقوم زايد لان الناس كلها ابتدت تحاول تقفل على اوراق اللعيبه اللي ممكن يباصلها ايمن اشرف. ايمن السبب على فكره، فايمن اشرف شخصيا زاد. انت السبب انه الناس تاخد بالها اللي هيعمله ايمن اشرف في الكوره ايه. طيب تاني واحده، هل الكوره كانت وليده الصدفه؟ لا، لان هي اتكررت مرتين في الماتش. كل اللعيبه اول ما ايمن اشرف بيمسك الكوره الناس ما بتضغطش على ايمن اشرف، الناس بتحاول تضغط على اللي حوالين ايمن اشرف، فبقى ايمن اشرف نفسه بيخترق، فبقت مكسب كبير للفرقه. طيب النقطه الثانيه، اكتر صوره كانت ملفته للنظر، هي باظت بس مني الافكتات زادت تقريبا شويه، كهربا وهو لسعه الراجل. لسعه الراجل. جري بقى الصور علشان خاطر ايه؟ انا معايا الحاله دي فيديو. بس هي انا قصدي انا جايبها صور بس عشان اوري الناس الحركه اللي بيعملها كهربا. كهربا مش بيطلب الكره بيقول كده زي الناس كلها، لا، كهربا بيفرد جناحين ويقول للناس ادوني الكره يا جماعه. بس بص المساحه الكبيره اللي حوالين كهربا في كل صوره من الصور بتاعتنا، يعني ثلاث صور ورا بعض المساحه كبيره جدا. دول ثلاث صور غير بعض في ثلاث مواقف غير بعض. طب كهربا كان بيفضي نفسه ازاي؟ هل دي جت بسبب ان كهربا بيتحرك كتير ولا لا؟ طيب بص هنا كهربا بيعمل نفس الحركه بتاعت الطياره اهو، والكوره وقفشه بيقول له هات الكوره، بس الكوره ما بتجيلوش. ايمن اشرف استلم الكوره، دخل الراجل كهربا للقلب، وهنا كهربا ستوب. كهربا معلش ارجع لقطتين بس، يعني فريمين لورا كده، مجدي قفشه لما نزل اضطر الارتكازي يروح عليه. فكهربا بتاع مين؟ كهربا في العادي بتاع الباك اليمين، بس الباك اليمين ما يقدرش يدخل جوه، مش هيروح معاه لحد هنا، فبقى مش بتاع حد. فبقى بيعرف يفرغ نفسه كويس. ومين اللي جنبه؟ جيرالدو. ليه جيرالدو هنا؟ مش الطبيعي ان الجناحين يبقى واحد فيهم على الاقل فاتح الملعب؟ لا، لان برضو جيرالدو الباك الشمال خاف يدخل عليه. فالنتيجه ايه؟ تجميعه اللعب اللي كنا شرحناها لما كان حسين الشحات وجونيور اجا، ايه الاثنين الجناحين داخلين العمق ليه؟ علشان هم مش بتوع حد، الطبيعي ان الظاهرين يروحوا عليهم، بس الظاهرين ما يقدروش يروحوا عليهم، فهم مش بتوع حد. فالفرق اللي مش مجهزه للعبه دي احلى اهداف الاهلي اللي هتتضرب. الحيله تكررت اكتر من مره، جونيور اجا النهارده مكانه كهربا، وجيرالدو مكانه حسين الشحات، نفس الحيلة دايما بتستخدم، وبالتالي هتلاقي الدنيا سهلة والاهلي قادر ان هو يضرب خصمه بسهولة. يستوب بقى هنا، ارجع خطوتين. طيب ابتدى مدرب غزل المحلة يفطن للموضوع ده، فقال للباك اليمين معلش يا ابني خش معاه جوه، يعني خلاص ما تسيبوش يستلم الكرة براحته. فمين اللي فضي؟ علي معلول. بقت واحد على واحد، فعلي معلول لأول مرة ما يبقاش محتاج اجايه يقف له على الكورة، علي معلول بقى طريقه سالك لان الباك اليمين اضطر يدخل معاه. فهي الحركه بتاعت دخول كهربا للقلب دي اربكت الخصم. ايمن اشرف
طالما الكره اتقطعت من علي معلول قدامي يبقى ايمن اشرف مغطي مكان علي معلول زي كانه قلب دفاع. يعني فكره حتى كمان الهروب من الرقابه دي مدروسه بالنسبه للنادي الاهلي طبعا. امال ايه طبعا. خلق مساحات وتحركات من غير كره مش اعتباطي يعني. التحرك مش تحرك اعتباطي. جبتها لك من كذا ماتش هنا مثلا لما علي معلول اتقطعت منه الكوره نفس المشهد اللي كان موجود في الماتش اللي فات. ايمن اشرف فين؟ في ظهرك لحد بعد نص الملعب. انا في ظهرك عشان اجبره ان انا لا يا اما اقتل الكره في مهدها يا اما انا مكان الباك ليفت لان انا هو ده اللي انا عايزه. طيب في الماتشات الاكبر ربما يكون الموضوع ده خطر لان في النهايه باص زي كده ضرب ايمن اشرف بس في الماتشات دي سهل انك تتعامل معها. ايمن اشرف هنا مسك الكوره وكان عامل دور علي معلول واستلم الكوره وعمل الاثنين في واحد، عمل الباص الطويل بعد ما كان عامل الترحيل والتغطيه، يعني الحاجتين اللي رسمهم موسيماني على السبوره ادوا في الاخر للهدف الثالث. ان فكره علي بقى واحد من ضمن مفاتيح اللعب الرئيسيه والاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي. بقول لك انت السبب ان الناس كلها تاخد بالها من ايمن اشرف بعد كده. طيب اخر حيله من حيل موسيماني اللي كانت معانا فكره الضغط بحمدي فتحي. حمدي فتحي بيبيع مكانه وبيضغط بعد وسط الملعب بشويتين عشان يكون في زياده عدديه في الضغط. تسببت في فرصه في الماتش بتاعت غزل المحله وتسببت في الكورنر اللي جاي منه بعد كده الجون في ماتش مصر المقصه. فانت بتتكلم في ان كل حاجه بتتكرر هي بالتاكيد حاجه من على صبوره موسيماني والدنيا ماشيه مع الاهلي بطريق جيد جدا فيما يخص الماتشات السهل انك تاخد نقاط ليها لو عندك طريقه لعب كويسه.